يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تحج من قبل وزوجها الذي لم يحج من قبل ينوي أن يحج في هذا العام ولا ينوي الحج مرة أخرى، وتريد هذه الزوجة أن تحج مع زوجها، ولكن المشكلة أن عندها أطفالا صغارا وتريد أن تتركهم مع خادمة نصرانية في بيت أختها، فهل لها ذلك أم تبقى مع أطفالها؟ إذا كان على أولادها خطر فلا، ولا تتركهم مع خادمة نصرانية، تدفعهم إلى أقاربها، إلى أقاربها يكونون عندهم ويراعونهم ويحفظونهم، وإذا إنه ما تيسر هذا فإنها تبقى عندهم وتأخر الحج لأنها معذورة. إذا ما تيسر أحد يحفظهم وتودعهم عنده وتأمن عليهم فإنها معذورة، تؤخر الحج إلى أن ييسر الله لها. الحج لا يتعين عليها في هذه السنة. نعم.